احنا بالنسبه لنا وبالنسبه لكل الدول لانه كورونا كوفيد 19 هو وباء عالمي، قضيه التعليم قضيه عم بتكون يعني ضبابيه نوعا ما، ولكن موضوع التعليم عن بعد هو موضوع تم تأسيسه بشكل حثيث في الأردن خاصة في المرحلة الأخيرة، وفي بعض الجامعات والكليات والمدارس اللي استشرفت هذا الموضوع من قبل، قالت لك يا عمي احنا بدنا نعزز ثقافة التعليم عن بعد ونخلي أبنائنا حتى هم في بيوتهم يتعلموا، لأنه هذا الإشي بالنسبة لنا كان مستحيل. طبعا كلية لومينوس الجامعية التقنية من ضمن هذه المؤسسات والمنشآت التي آمنت في التعليم عن بعد. اليوم معنا مستر إبراهيم الصفدي، طبعا أكيد مؤسس كلية لومينوس. كيفك مستر إبراهيم؟ صباح الخير ستي. صباح الفل، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك، وحضرتك دائما ضيف محبب على برنامجنا وعلى شاشتنا وأكيد عبر أثير راديو روتانا. وبالبداية الناس عم تسأل كتير لأنه في قلق، يعني يمكن موضوع المدارس أصبح أكثر وضوحا، ولكن موضوع الجامعات وكلية لومينوس الجامعية التقنية بنعرف قد ايه في أعداد كبيرة من الطلاب اللي بدها تسجل فيها واللي أيضا ملتحقة من السنوات الماضية وبدها تكمل هاي السنة. شو ترتيباتكم للعام الدراسي الجامعي الجديد؟ احنا ترتيباتنا تكون تعليم بطريقة الحديثة. الحياة قبل كورونا اختلفت الحياة بعد كورونا طبعا، والتعليم هيكون بطريقة مختلطة، فالطلاب راح يقدر يجوا على الكلية يتعلموا البراكتيكال التعليم العملي، والتعليم النظري هيكون عن طريق المنصة الإلكترونية. وهي الطريقة من التعليم المختلط راح تسمح للصبايا والشباب إنهم يقدروا يشتغلوا ويتعلموا بنفس الوقت، ويكون عندهم وقت يكتسبوا مهارة التعليم عن بعد، عشان التعليم عن بعد راح تكسب شبابنا المعرفة كيف بيقدر واحد يكتسب التعليم من جميع أنحاء العالم، ويقدر يطور حياته ويتعلم من بلدنا مع أحسن المؤسسات التعليمية بالعالم. فهي مهارة لازم يعرفوها الشباب، إنه التعليم عن بعد والتعليم بطريقة مختلطة راح تساعده كثير لمستقبل حياته. حلو. صحيح، صح، زي ما بيعملوا في عدد كبير من الناس اللي بيتابعوا دراساتهم العليا مع جامعات في بريطانيا. صح. فكانت مهارة صعبة نوعا ما، اليوم إذا أتقنها الطالب بيقدر إنه يجسر مع أي جامعة حول العالم. شكرا على التوضيح. مستر إبراهيم، يعني في ظل هذه الأزمة تحكي لنا عن التخصصات الجديدة اللي بتقدمها لومينوس اليوم مرة تانية، إنه الحياة بعد كورونا راح تتغير بشكل بنسميها نيو نورمال، الطبيعه الجديده بالحياه، واللي هي انه على سبيل المثال اليوم استخدام التكنولوجيا بالعالم ازداد اضعاف، سواء بالتعليم بالصحه وبجميع القطاعات. فاليوم الطلب على قطاع الشباب المؤهلين بقطاع التكنولوجيا نعم بكل مجالاته، سواء حمايه التكنولوجيا او الكودينج او صناعه المحتوى، هاي هيكون عليها طلب بالعالم بشكل كتير كبير، وهيقدروا الشباب من الأردن هون يشتغلوا مع شركات عالمية، عشان في نقص في العالم بشكل كبير في هذا الموضوع. مثال آخر، قطاع الصحة اليوم أزمة كورونا لحد اليوم في تقريبا 24 مليون حالة، فقطاع الصحة بالعالم كله صار في نقص كتير كبير، سواء برعاية كبار السن سواء بالتمريض. فهي التخصصات عليها طلب عالمي، والشباب اللي بيتأهل بهذه التخصصات راح يقدر يحصل على فرصة عمل بالأردن، وراح يكون مؤهل إنه يروح يشتغل في دول زي كندا وأوروبا. اليوم ألمانيا بحاجة إلى 300 ألف ممرض، وإحنا من البلاد اللي إحنا مؤهل إنها نودي شبابنا هناك. فأنا بطلب من الشباب إنه يعرفوا إنه التعليم بالطريقة الاعتيادية ما راح منه الفرصة اللي بحلم فيها. اليوم لازم نفكر كيف الحياة راح تكون بعد كورونا، وكيف هنكون إحنا مؤهلين بتخصصات تقدر تدمجنا في سوق العمل. نعم، بالنسبة للآثار الاقتصادية كمان اللي واجهت الشباب وأسرهم بسبب جائحة كورونا، سمعنا عن حملة جديدة عم بتقدمها كلية لومينوس، التقسيط بسعر الكاش، تحكي لنا أكثر عن الحملة. الحملة هي إحنا التعليم بطريقة مختلطة راح يسمح لشبابنا يشتغلوا ويتعلموا عشان يقدروا يعتمدوا على حالهم ويخففوا ضغط على عائلاتهم. فإحنا عملنا تسهيلات للشباب، بيقدر يدرس مثلا بكالوريوس ب 136 دينار، دبلوم ب 90 دينار شهري.
هاي عشان تسمح للشاب انه يشتغل ويدفع اقساطه ويتعلم وبدون ما يسوي اي ضغط على اسرته وعائلته. نعم رائع جدا. طيب نحكي عن برنامج البكالوريوس في كلية لومينوس، شو التخصصات اللي موجودة في برنامج البكالوريوس وليش اخترتوا هاي التخصصات بالتحديد؟ التخصصات الموجودة عندنا هي تخصصات عملية نادرة، نعم، مطلوبة بسوق العمل الأردني والعالمي. على سبيل المثال صناعة الأسنان أو تخصص الـ Virtual Reality اللي هو المحتوى، صناعة المحتوى وصناعة الأفلام والديجيتال ميديا، هاي التخصصات تخصصات بدراساتنا انه الطلب عليها عالميا راح يكون كتير كبير، وفي نقص عالمي في الموضوع، وفي نقص في الاردن، والشباب بيقدروا بدون ما يحصلوا على وظيفه تكسبهم مهاره يقدروا يسووا دخل عالي. نعم حلو. يعني هو فعلا الحياه كلها راح تتغير، متطلبات سوق العمل راح تتغير، وانتم ما شاء الله عليكم دائما بكليه لومينوس الجامعيه التقنيه بتقدموا فرص تعلم من أجل العمل ومن أجل أن الطالب مش بس يحمل شهادة ويقعد بالبيت ونرفع من نسب البطالة. فمشكورين على جهودكم. وإذا عندك رسالة أخيرة مستر إبراهيم بتحب تحكيها لكل الطلبة والطالبات اللي عم بتابعونا. الصبايا والشباب لازم يتفكروا إيش راح تكون الحياة بعد كورونا، نقرأ شوية ونشوف إيش المطلوب بالسوق العالمي، عشان اللي بيدرس اليوم تخصص بعد 4 سنين بيطلع وما بيشتغل لازم يلوم حاله عشان هو ما فكر بليئاً كيف الحياة راح تكون وكيف الشغل راح يكون. الله عليك. يعني دائماً رسالة مستر إبراهيم ورسالة أكيد كلية لومينوس الجامعية التقنية بأنه لازم نعزز من الاختصاصات، بعض الاختصاصات التي أصبحت مطلوبة في ظل المرحلة الراهنة، حتى يكون سوق العمل محتاج لنا. الشغف أساسي ومطلوب، ولكن يجب أن تكون ذكياً في اختيارك، وهذا ما تؤمنه كلية لومينوس الجامعية التقنية. شكراً لك استاذ إبراهيم الصفدي، نورتنا ونورتنا يعني as usual. شكرا لك رايفت الله. شكرا. صح 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 ص